فيكم جميعا في هذه الحلقة، الحلقة النقاشية بمناسبة صدور عدة تعديلات لعدة قوانين، أهمها قانون الجزاء وقانون الدائرة الإدارية وقانون الإيجارات. الحقيقة أجلس ما بين قانونتين قانونيتين، يعني لست مناظرا ولا نظيرا لهم، إنما يعني متعلما ويعني مقدما لهم. الحقيقة يعني كما دعبت جمعية المحامي الكويتية على تقديم مثل هذه الندوات ومثل هذه الحلقات للمهتمين بالشأن العام والقانونيين والسادة الزملاء، ويعني من يهتم في مسألة القوانين المطروحة على الساحة القانونية. الحقيقة يعني نستهل في بداية مناقشتنا مع الدكتور محمد بوزبار على يدي اليمين بمسألة مهمة جدا، ونعتقد أن قانون الجزاء وما يعني يمس حريات الناس يكون له الأولوية في هذه المسائل. حقيقة دكتور مايكل في يعني شرح مثل هذه التعديلات التي وردت في قانون الجزاء الكويتي. أولا أبتدأ بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لجمعية المحامين برئيسها ومنتسبيها وأعضائها والعاملين فيها على هذه التغطية الشاملة لكافة القوانين. أنا جدا متابع للفعاليات التي تنشأ والتي تقام من قبل جمعية المحامين. يمكن الاختصاص وبعد الإذن من الدكتور إبراهيم محمود عزيزي وحبيبي أن أنا بركز على الاختصاص اللي أنا جيت من أجله، اللي هو قانون الجزاء والتعديلات التي جرت في الآونة الأخيرة بصدور مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 قضى هذا المرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء وبعض أحكام قانون رقم 31 لسنة 71. والجميع يعلم بأن قانون الجزاء بصدوره في 1960 قطع كافة الجوانب الجزائية في المجتمع الكويتي، وجرت عليه مجموعة من التعديلات لعل التعديل الواضح والصريح فيما يتعلق بالتعديل اللي جرى في 1970 واللي وضح بشكل أو بآخر الجرائم الخاصة بالوظيفة العامة، ركز عليها بشكل واضح وصريح. يعني هو بالنهاية ذكر في هذا في القانون السابق مجموعة من التصرفات والسلوكيات الخاصة بالوظيفة العامة، لكن ارتأى بعد فترة من الزمن وفترة من التطبيق أن يغير مثل هذا القانون بإضافته إلى قانون 1970، وألغى مجموعة من المواد في قانون الجزاء واستبدلها في القانون المذكور اللي هو 1970. وذكر على سبيل الحصر مجموعة من الجرائم التي تمس الوظيفة العامة، مثل ما تعرفون بأن الوظيفة العامة تشكل بالنسبة للقائمين والعاملين لها قدسية تهدف من وراء الجهاز الإداري إلى بسط سيطرة ونفوذ الدولة من خلال تقديم مثل هذه الخدمة. فتقديم هذه الخدمة يتطلب أن يكون هناك في شخوص مميزين ومخلصين وقائمين ومؤتمنين على هذه الوظيفة، وأيضا هذا التزام من قبل الدولة بموجب الدستور بتقديم مثل هذه الخدمات. لذلك ينبغي علينا أن نركز مادة القانون 1970 وما جاء فيه من نصوص قانونية، ما جاء فيه من سلوكيات حتم علينا المشرع أن احنا ندير بالنا عليها ونستدركها في تصرفاتنا مع الجهاز الإداري. أول جرائم الواقعة اللي هي جرائم الواقعة الوظيفة العامة، يعني على جريمة الرشوة واستغلال النفوذ. هذا مو نقاشنا اليوم، جريمة الرشوة الكل يعرفها وأيضا نعرف أركانها وبيانها واستغلال النفوذ وغيرها من هذه الأمور. الجريمة الثانية التي تقع من الموظف أثناء تأدية وظيفته، وأيضا هذه واحدة من الأشياء أيضا اللي سوف نلقي عليها الضوء بعد شوي بالتعديل اللي جرى عليها جرى في 2024. وعندنا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الموظف نفسه. لذلك لو نجي عند الفئة الأولى الجرائم التي تقع من الموظف العام، نجد أن الجريمة الخاصة بمادة 55 دخول الموظف المسكن بغير رضاه، هذه ما جرى عليها أي تعديل،
لكن الذي جرى عليها تعديل اللي هي المادة 53 من قانون 70 اللي هي جريمة استعمال القسوة، استعمال القسوة من قبل موظف عام في سبيل في أثناء تأدية عمله. خلونا مع بعض نشوف المادة قبل وبعد عساس نشوف ونقيم مع بعض إيش كثر من تعديل جرى على هذه المادة. مادة 53 قبل التعديل لاحظوا معي العقود يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، أوكي، وأيضا غرامة لا تتجاوز 500 دينار، أوكي، أو بإحداثين عقوبتين، ما حط حتى أيضا حد أدنى مثل ما راح نشوفه لاحقا. على كل موظف أو كل مستخدم أو كل مكلف سوى ارتكب على متهم أو شاهد أو خبير لحمل الاعتراف، شوف تركيزه أكثر في العمل التحقيقي. إذا أنت كنت لك سلطة صلاحيات التحقيق، مالك صلاحيات أنك أنت تجبر وتحمل المتهم على الاعتراف بجريمة معينة أو تحمل الشاهد على الاعتراف بفعل معين أو الخبير على بأقوال وغيره. وبعدين عاد جينا على مصاف التشديد، إذا هل التعذيب اللي سويته أفضى إلى جرائم أخرى أشد عقوبة، أكيد حسب قانون الجزاء نروح حق العقوبة الأشد. فإذا هذه المادة ما قبل التعديل، لكن بعد التعديل شوفوا شو اللي صار. اللي صار أنها زادت الغرامة من 500 دينار صارت 5000 دينار، إذا هذا التعديل. وأيضا حط حد أدنى، حط أدنى بحيث أنها لا تقل عن 1000 دينار، يعني 5000 إلى 1000 دينار، هذا التعديل الآخر اللي جرى. وبعدين تكلم بشكل تفصيلي عن إحداث الألم البدني على الشخص، وأيضا أضاف أفراد أسرته، يعني ما يعني شال الشاهد وشال الخبير وتركز على المتهم والمحيط اللي حوالين المتهم بقصد إخافته لحمل على الاعتراف على مثل هذا الموضوع. فإذا هذه أيضا تساؤل من قبلنا، يعني الشاهد والخبير كانوا موجودين، وبالتالي هل ما يتعرضون أيضا لمضايقات ممكن أيضا حملهم على الاعتراف وقول أشياء لا يعرفونها؟ إذا هذه أيضا نقطة في محلها ونحاول من خلالها أن نسلط الضوء عليها. لكن التعديل اللي صار اللي هو أدخل المتهم وأفراد أسرته لحمله على الاعتراف وغيره. وبعدين أيضا شو اللي ضاف له؟ ضاف المسؤولية التبعية للمسؤول، بحيث المسؤول إن كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم أو كان حضر هذا الموضوع والتعذيب إن صح التعبير أو الضغط على المتهم سيعاقب عقوبة أشد بعقوبة تكون عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 10000 دينار. إذا هذا هو التعديل اللي جرى على هذه المادة التي تتكلم عن عملية الاعتداء الموظف على الشخوص اللي يكونون تحت أمرته. التعديل الثاني، فبالتالي مثل هذه الجريمة بس يعني ببساطة أساس أبين لكم اللي هي استخدام القسوة، لابد فيها من عناصر بكلها المادية ببساطة، لابد أن يكون فيها فاعل، لازم يكون عنده صفة الموظف العام، لازم يكون في سلوك إيجابي، لازم يكون في سلوك إيجابي يحمل على هذا الشخص على الاعتراف والإدلاء ببيانات غير صحيحة، ولابد أن يكون هناك أعمال حركية يقوم فيها هذا الشخص في مواجهة مثل هذا المتهم. هذا ركن المادي بجانب ركن المعنوي، أنه لابد يكون نية وإرادة قائمة على حمل هذا المتهم أو هذا الشخص الذي تحت سلطة التحقيق للإدلاء بأقوال قصب عليه. النقطة الثانية اللي هي خاصة بجرائم الاعتداء على الوظيفة العامة واللي أيضا شكلت ترند كبير في عملية النقاش، هي مسألة جريمة إهانة الموظف. جريمة إهانة الموظف الواردة في المادة 134. صح، يعني جريمة إهانة الموظف 134، يعني أنا ما أدري إذا هذه تم تعديلها ولا لا، لأن هي كانت بالربوية بالسابق. لكن شو اللي صار ان هذا النص تم تعديله الى التالي، بحيث ان الزمنا بان تكون عقوبته لا تجاوز 3 أشهر وغرامه لا تزيد عن 300 دينار ولا تقل عن 100 دينار، يعني حط ايضا حد ادنى
للغرامة المتوقع إقرارها في مواجهة هذا المتهم. وبعدين أيضا الإضافة، الإضافة اللي هي الإضافة إن إذا كان هذه الإهانة موجهة إلى أحد القضاة أو أحد أفراد النيابة أو أحد أفراد القوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، هذين ما كانوا موجودين بالسابق. مادة 134 تكلمت عن محكمة قضائية بشكل عام بدون تفصيل، لكن التفصيل يعقب، التفصيل يعقب فيما يتعلق إذا أنت يعني العقوبة الإهانة نعرفها أنك تهين موظف أثناء أدية عمله، لكن راح يسكون في ظرف مشدد إن كان هذا الموظف يتمتع بصفة التحقيقية اللي هي قاضي أو وكيل نيابة أو قوة الشرطة أو الحرس الوطني. وأيضا أنا محمل برسالة من أخواننا أيضا المحافظين بيقول إحنا وين في من قبل هذا النص، يعني إحنا أيضا كمحققين وأيضا بموجب قانون 53 على 2001 واللي بموجبه أعطاهم هذه الحصانة وساواهم بإخوانهم في النيابة العامة أيضا ما لهم ذكر في هذا الموضوع. بالعكس في شيء ثاني، يعني لو كان أحد أفراد قوة الشرطة يشغل أيضا فئة التحقيق هل سيتمتع بهذه الصفة؟ لأن أيضا في شرطة محققين صحيح، وبالتالي ما عندهم الصفة المدنية، لكن هو ورد اسمه هني زين، يعني اوكي هذول الشرطه المحققين اوكي يدشون من فئه قوه الشرطه، لكن المحققين ايضا يعني لا نبخس حق اخواننا في الاداره العامه للتحقيقات، ايضا هم لابد انهم يحاطون بهذا السياج وهذا الستار القانوني اللي يهدف بالدرجه الاولى الى ضمان نزاهه وحصانه الوظيفه العامه. عندنا أيضا المادة الأخرى اللي هي مقاومة الموظف أثناء تأدية وظيفته، والمادة قبل التعديل هذا شكلها كالتالي، بأنها لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز 1000 روبية حسب التقدير القيمي السابق، ها، وبالتالي ما دخلت بتفاصيل، يعني ما حطتني في تفاصيل شنو معنات التعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته. لكن المادة 135 بعد التعديل لا، وسعت من هذا النطاق، وسعت من نطاق التفسير القانوني، فراحت على نفس العقوبة السنة، يعني بالسابق كنا سنة ونفس الشيء سنة وعقوبة 1000 دينار وقلنا لا تقل عن 300 دينار، وأيضا ركز أكثر على مقاومة رجال الأمن والشرطة والجيش والشرطة في حال ها فضهم لتجمهرات أو مواكب أو تجمعات وغيرها. هذا الشيء ما كان موجود في النص السابق، لكن هذا النص وسع من عملية طرح مثل هذه المهام اللي موجودة في المادة 150، وفرض عليها أيضا عقوبات مشددة بحيث أنها ذات عقوبة في حال تأدية هذا الموظف لواجبه فستكون العقوبة 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5000 ولا تقل عن 1000 دينار. هذا التعديل الثاني اللي صار على مادة 150. أيضا هناك في تعديل آخر إحنا أيضا كقانونيين إذا وقفنا شوية عنده، هني المشرع مباشر صلاحيته فيما يتعلق بتعطيل نصوص قانونية سابقة. تعلمون بأن نص المادة 110 المادة 240 والمادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية أعطت مساحة للمجني عليه لتفعيل حقه في العفو الخاص، بحيث أنه ممكن يعفو عن المتهم سواء قبل الدعوة أو أثناء الدعوة أو بعدها بمقابل أو بدون مقابل الله أعلم. لكن هني نص المادة 135 قال فيما يتعلق بالجرائم اللي أنا أثرتها وأشرت لها بالسابق اللي خاصة بإهانة الموظف وخاصة في عملية التعدي على رجال الشرطة أو رجال القضاء وغيره، لا يجوز فيها الصلح ولا يجوز العدول فيها ولا يجوز العفو عليها. لذلك أنا شايف أن المشرع هني
في مجال تعديله لقانون الجزاء ذهب إلى التجديد. والتجديد مبررات قد تكون، هل هناك من مؤشرات تزايد مثل هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، وبالتالي دعت المشرع إلى التوخي الحيطة والحذر وبالتالي زيادة الإم، أو أن هناك مؤشرات اجتماعية أو مؤشرات دولية تدعو إلى مثلا احترام بعض القوانين وبعض الجرائم؟ لذلك هذا النص عطل حقي أنا كمثني عليه للعدول. بذلك شو راح يصير؟ راح يصير علي عبء أنا كمواطن أو أبي خدمة، عليني أنا أكون كثر ما أقدر يعني حليم في التعامل مع أي موظف، حليم لازم أني أنا أكون جدا حليم. لكن أيضا بالمقابل لازم يكون الموظف أيضا قائم بواجباته على أكمل وجه، لازم يكون قائم على أكمل وجه، بحيث أن أنا بالنهاية لازم يكون في توازنات. المشرع ما يقط عليه عبء كبير ويخلي الموظف، أنت تدرون أن الموظف العام عليه عبء كبير في عملية المصلحة العامة وجرائم الرشوة تخاطب بروحه وجرائم الاستغلال تخاطب بروحه. لذلك من الضروري في حال تفعيل مثل هذه المادة أن يكون الموظف تحت رقابة ودراية المسؤول المباشر عليه، بحيث أنه لا يصير هناك في تعدي واستغلال لهذا النص، لأن بمجرد أنت ما ترفع شكوى هذا وين ما حد راح يطق بابك ولا حد يقدر ييك ويقول لك تكفى تنازل ما تنازل وطيح الحطب، ما راح يكون فيها شيء. لذلك هذه قد تكون مدعاة إلى توخي الحيطة والحذر في عملية التعامل مع الموظفين. مساعة حتى أنا كنت في مقرر خاص قاعد أتكلم عن الرشوة وأتكلم عن، فلذلك كل موظف عليه إنه لما يقعد المكتبة لازم يكون حليم ولابد أن يكون مبتسم ولابد أن يكون ما عنده مشاكل. وبنفس الوقت اللي يبي خدمة لازم يكون ما عنده مشكلة مسويها أمس وروح يتناجر في مركز الخدمة. وأيضا هذه قد تكون هذا النص حافز لجميع جمهورنا إلى الذهاب إلى التطبيقات الإلكترونية. خلاص أنا شو اللي عورني؟ أنا ما أقدر أقطب نفسي، أنا لما أروح مراكز الخدمة ولا ما أروح مدى الفحص الفني ما أقدر أقطب نفسي. إذا أنا معناته وفر لي تطبيقات إلكترونية اللي تبعدني عن التعامل مع الموظف، أخاف أغلط عليه ويغلط علي وبالتالي ندش في المحظور. وهذا قد يكون هذه فكرة تساهم في عملية تعزيز فكرة أنك أنت رغمنة الخدمات الحكومية. مسألة أخرى سعادة الرئيس، مسألة المشرع في المادة 135 غليت المجني عليه في أن يقوم بالصلح أو لي، وعطل المواد 110 و40 و241. يعني أنا أجد حرج في نفسي أن يكون قاضي وربما يكون في أعلى درجات القضاء فتغل يده عن مثل هذه المكنة. هذه هي ثلاثة مسائل إذا حبيت أن يعني تدلي فيها. قلت لك يمكن من بعض المؤشرات لإهانة الموظف، يمكن في الفترة الأخيرة هناك في تنامي لمثل هذه الجرائم أو غيرها، يمكن هناك كان في رغبات من أصحاب العلاقة بأن هناك في اعتداءات قد نتعرض لها في ممارستنا لخدمتنا وغيرها من هذه الأمور. لكن مثل ما قلت لك يبقى الباب مفتوح للطعن في مثل هذه القوانين وهذه التعديلات متى ما كان هناك لنا مصلحة في ذلك، والباب المحكمة الدستورية لا يزال مفتوح لتلقي مثل هذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالتعديل المادة 135 مكرر. مادة ناس يرون بأن أنا من حقي أني أنا استمر في محافظة على حقي في العفو الخاص، وفي ناس يقولون لا والله في ناس اقتاتون على مثل هذه المسألة قاعد يحصلون من وراها مبالغ يطق وبالتالي يعتذر ومش عارف ويعفو بمقابل بدون مقابل. لكن هي مسألة بالنهاية مسألة ينبغي في مثل هذه، دائما أقول هذه القوانين وهذه التعديلات إذا ما كانت تؤسس بدرجات تقاضي واحدة واثنين وثلاث
وتستمر والقاضي يطبقها على أرض الواقع ما أعتقد أنها ممكن يعني تكون صلبة، فلا بد يكون لها من تطبيقات لاحقة، والباب لا يزال مفتوح إن كان هناك في شكوك بعدم وجود عدم دستوريتها. بالعكس الباب يظل مفتوح، بالعكس يعني ما أقول إنه ممكن أحد ما يروح، بالعكس هذا اللي أنا قاعد أشوفه. أما بعد في الحقيقة يعني أنا ودي أتكلم عن التعديل على قانون إنشاء الدار الإدارية بالمحكمة الكلية، يعني حسبان يعني فرع من فروع القانون العام، ويعني هذا تخصصنا اللي نتكلم فيه بشكل معمق أكثر من غيره. لا شك بأن المشرع في حقيقة الأمر والواقع أصدر مرسوم بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 20 سنة 81. يعني المرسوم بقانون رقم 20 81 هو مو قانون على فكرة، هو مرسوم بقانون، وإن كان عرض بعد ذلك على مجلس الأمة ومجلس الأمة يعني وافق عليه، بس لكن المراسم بقوانين عندما يوافق عليها مجلس الأمة ما تنقلب، ما صار قوانين، تبقى مراسم بقوانين زين بالرغم من موافقة المجلس عليها. لا هذا المرسوم بقانون الجديد يعني من حيث صدوره، هل هو دستوري ولا غير دستوري؟ من حيث صدوره، من حيث صدوره هو دستوري بحسب أنه صدر وفقا للأمر الأميري بتعطيل الحياة النيابية، وحل هذا الأمر الأميري يعني سمو الأمير ومجلس الوزراء محل مجلس الأمة في إصدار التشريعات والقوانين والاختصاصات. فإذا هذا المرسوم بقانون وعدل قانون هو من ذات الدرجة الدستورية، هذا من ناحية. الملاحظات في الحقيقة يعني المشرع لجأ إلى هذا المرسوم بقانون، أنا في رأيي أن هذه التعديلات يعني ما كانت في حقيقة الأمر في محلها، أنا في رأيي ليست في محلها. كان الأجدى على المشرع في الحقيقة أن ينشئ مجلس دولة، كان الأجدى على المشرع أن يعني ينشئ قضاء إداري مستقل ويأخذ بفكرة القضاء المزدوج. يعني عندنا بالكويت الدار الإدارية في الحقيقة هي جزء لا يتجزأ من المحكمة، بل أن حتى قاضي التمييز الإداري هو جزء لا يتجزأ من يعني القضاء الموحد من القضاء كله، ومن ثم فإن لا يوجد عندنا اختصاص قضائي متميز. يعني القاضي الإداري بالكويت مو قاضي متميز إداري، المفروض أنه قاضي متخصص يكون هذا تربيته من البداية، يعني من أول ما تخرج دخل في مجلس الدولة وفي هذا الإطار، ثم بعد ذلك يترقى هذا يصير مفوض إلى مستشار إلا أن يصير قاضي في المحاكم الإدارية. لذلك يعني في اليوم في دول القضاء المزدوج القضاء الإداري متميز متطور، لأن القاضي متخصص أكثر. وإحنا عندنا القانون الإداري عيبة، يعني عيب القانون الإداري نقدر نقول، أو ما يميز القانون الإداري عن غيره من القوانين اللي إحنا عايشين فيها، أن القانون الإداري ما في كود، يعني ما في كود ترجع لتقول هذا كود الإداري، ما عندنا كود. إحنا الكود عندنا بالقانون الإداري شنو هو؟ أحكام القضاء. القاضي هو الذي يخلق القانون من خلال المبادئ العامة للقانون. إحنا عندنا المبادئ العامة للقانون هذه قيمتها قيمة القانون، فالقاضي يطبقها على النصوص دون وجود قانون فيها، بس هو بالنسبة له هذا القانون ويطبق هذا. يعني اليوم طلع لي مثلا قانون يتكلم عن عدم رجعية القرارات الإدارية، ما في قانون كده يقول، بس لكن هذا مبدأ القضاء ألفه ويعمل به، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون القرار الإداري المنشئ بأثر رجعي. مبدأ الحقوق المكتسبة ومبدأ التعادل بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، هذه كلها مبادئ القاضي خلقها وأصبحت جزء لا يتجزأ من، بل هي أصبحت القانون الإداري، يعني القانون الإداري هذا. لذلك يعني من المثالب الأولى اللي يمكن نقولها على هذا التعديل، أن عندما ألغى المشرع الطعن بالتمييز أمام المنازعات تتعلق بالعقوبات التأديبية على الفصل والعزل من الوظيفة، يعني أي عقوبة تأديبية أخرى غير قابلة للطعن فيها أمام التمييز، هذا بالحقيقة. والمشرع قال بالمذكرة التفسيرية كلام يتناقض مع حقيقة الأمر الواقع. شلون؟ يعني قال بأن هذه العقوبات التأديبية غير الفصل والعزل من الوظيفة هذه يعني ضعيفة وما تأثر على حياة الموظف، بالرغم من العقوبات التأديبية تصل إلى شنو؟ العقوبة التأديبية خصم ربع الراتب لمدة سنة كاملة، أيضا من العقوبات التأديبية خفض الدرجة،
يعني هلا ما تأثر على حياته الوظيفية ولا ما تأثر على حياته الوظيفية؟ لا شك بأنها تأثر على حياته الوظيفية، نزل درجة، تنزل درجة كاملة في بالعقوبة، يمكن تنزل مرة ثانية درجة ثانية. لأنه من ثم فإن إذا حرمان القاضي تمييز من النظر هذه المنازعات سوف يؤثر على خلق المبادئ العامة للقانون. يعني قاضي الإدارة هو قاضي مشروعية، قاضي الإداري ليس قاضي وقائع، وإنما قاضي يبحث عن المشروعية، والمشروعية قد تكون حتى في مسألة سهلة ومسألة بسيطة. كذلك أيضا عندما نتكلم عن النصاب الاستئناف ونصاب التمييز، المشرع رفع نصاب الاستئناف جعل 10,000 واحد، يعني أكثر من 10,000، ونصاب التمييز سواء 30,000 دينار واحد. وهذا بالحقيقة برر ذلك أيضا بالمذكرة التفسيرية بالمذكرة الإضاحية لهذا القانون، برر تبرير ما ينقال، ما يصير الدولة تقوله. إيش قال؟ قال أن السبب في رفع المبلغ حتى بالنسبة للرسم، كان الرسم أول 10 دنانير على طلب الإلغاء، وقف التنفيذ كان 5 دنانير، الحين صار طلب بدعوى الإلغاء 100 دينار، ووقف التنفيذ 100 دينار. يعني كان زاد، وأول كان النصاب النهائي للدرجة الأولى الابتدائي للاستئناف كان 1,000 دينار، يعني 1,001، صار الحين 10,001. بمعنى أن المشرع زاد المعدل إلى كم؟ إلى 10 أضعاف. واعتبر بالمذكرة التفسيرية، بالمذكرة الإضاحية شو يقول المشرع يبرر ذلك؟ يقول سبب ذلك، ما ينقال السبب هذا، قال سبب ذلك هو انخفاض القيمة الشرائية للعملة. هذا ما ينقال، ما في دولة تقول أنا القيمة الشرائية للعملة تنزل، ما يصير يقوله. هذا يأثر على الاقتصاد الوطني، ويأثر على قيمة الدينار، ويأثر على استقرار النقود. ما يصير تقول بأن السبب أنا أرفع يعني الرسوم وأرفع هذه المبالغ لأن قيمة الدينار نزلت. لا، أنا ما أستعمل هذا المصطلح، لأن هذا سوف يأثر سلبا على اقتصاد الدولة. فإذا يعني هذا التبرير بحد ذاته لا يمكن أن يستقيم. كذلك أيضا مثل ما قلنا، لما أن نحرم الأفراد من اللجوء لمحكمة التمييز إذا كان الطعن في عقوبات تأديبية، عدل الفصل والعزل من الوظيفة، هل هذا يمس حق التقاضي ولا ما يمس حق التقاضي؟ حق التقاضي إحنا نعرفه بالقانون، نقول حق التقاضي على درجتين، يعني ما في شيء اسمه درجة ثالثة. يعني التمييز يعني مو درجة من درجات التقاضي هي، وإنما أول درجة والسلام هم درجات التقاضي يتكلم عنهم المشرع، ومحكمة التمييز محكمة قانون. بس لكن في القضاء الإداري غير، في القضاء الإداري يختلف الأمر. قاضي التمييز الإداري مثل مجلس الدولة، هو الذي يخلق المبادئ العامة للقانون، هو الذي يخلق القانون، ومن ثم فإن هذا سوف يؤثر على استقرار المبادئ، سوف يؤثر على حقيقة يعني مبدأ المشروعية. لذلك هل هناك في يعني خلنا نقول فتح مجال للطعن بعدم الدستورية؟ أنا في رأيي ممكن أن يصير هناك طعن بعدم الدستورية الموضوعية بالنسبة لهذه الموضوعات. مثلا لما يزيد المبلغ من يعني من 1,000 إلى 10,000 دينار، يعني ويجعل الاستئناف 10,000 والتمييز 30,000 دينار، تدون ايش راح يصير؟ راح يصير ان دعاوى التسويه، سوف دعاوى التسويه يعني دعاوى حقوق الموظفين، هذا عنده مبالغ حقه او حق ورثه من اختصاص المحكمه، من اختصاص الدائره الاداريه. يعني اي مبلغ يطالب فيه اذا ما يتجاوز 10,000 دينار ما يقدر يستأنفه. كذلك اذا المبلغ ما يتجاوز 30,000 دينار ما يقدر يميزه. بينما الحقوق الوظيفيه في دعاوى التسويه يعني دعاوى الاستحقاق ودعاوى الاسترداد، كلها مبالغ بالنسبة للموظفين أساسية وضرورية، هذه لحياتهم، شلون ما تخليه يكمل طرق الطعن فيها إلى نهايته. كذلك أيضا هذا سوف يؤثر على منه، لأنه راح يؤثر أولا على الموظفين وورثة الموظفين في دعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق، كمان وفي دعاوى التعويض، يعني القضاء الكامل نسميه احنا. القاضي الإداري قد يكون قاضي إلغاء وقد يكون قاضي تعويض، بعض المرات يصير اثنينهم، يصير قاضي إلغاء وقاضي تعويض. في قضاء التعويض إذن ما يستطيع يعني هذا خلينا نقول المتخاصم أن يطالب إلا بمبالغ تتجاوز 10,000 حتى يقدر يستأنف، حتى يقدر يستأنف ويدفع رسومها. على فكرة ورسومها كما نعلم رسوم التقاضي ما تغير، فإذن سوف يتأثر بالحقيقة اقتصاديا، يتأثر ماليا بدرجة كبيرة جدا.
كذلك ايضا يعني هذا التعديل بحد ذاته اللي هو تعديل المبالغ سوف يؤثر على الحين الكويت داشه في عالم ضريبي، داشه بالضرائب، والدعاوى الضريبيه كلها دعاوى اداريه، المنازعات الضريبيه هي منازعه اداريه، وقاضي الضرائب هو قاضي اداري من الدرجه الاولى، هو قاضي الغاء وقاضي التعويض في نفس الوقت. فمن ثم مثلا انت تخلي المبلغ يعني الضريبه على القيمه المضافه وغيرها يعني والضرائب اللي سوف تفرض الدوله، لا شك بان خلينا نقول الحجم مالها الحجم الضريبه ما يتجاوز 10,000، حتى المليونير ما يدفع 10,000 ضريبه. فمن ثم فان دعاويهم ما راح تستانف، دعاوى الممولين ما راح تصل للمحاكم، الرسوم بمختلف يعني تفرعاتها هذا كلها اقل من 10,000 دينار، فما راح يصير فيها استئناف، ما راح يصير فيها تمييز. كان انا في الحقيقه ضيعت على المتقاضين حق من حقوق التقاضي من ناحيه، كمان يفخستهم حقهم في الحصول على التعويضات اللازمه او استرداد حقوقهم. تدرون يعني اهم المبادئ في القانون الاداري ترى كلها كانت ناشئه من قوانين منازعات ماليه، يعني مبدا عدم رجعيه القرارات الاداريه هذه معروفه اللي حطها مجلس الدوله قدام كاشيه، لان كانت تتعلق بمساله ماليه، مساله ضريبيه، بل ان الاختصاص حتى اختصاص المحاكم في المنازعات الاداريه كان اصلها منازعات فيها فلوس، فيها ماليه. لذلك اليوم القضاء خلينا نقول القضاء المصري يعتبر اي منازعه تتعلق بالضرائب سواء كان ضريبه مباشره او غير مباشره وغيرها كلها من الدعاوي الاداريه، واصبحت اختصاص اول كانت متوزعه بين الدوائر صارت الان للمحكمه الاداريه برمتها. بل انه يشترط يعني في مصر حتى يصير هذا قاضي اداري او حتى يدخل في مجلس الدوله ان يقول عنده على الاقل ماجستير في القانون العام كذا، عندهم هذا الشرط من شروط، وكذلك ايضا في فرنسا. اذن هذا التعديل لقانون انشاء الدائره الاداريه في حقيقه الامر والواقع خلينا نقول اثر تاثير سلبي على خلق المبادئ العامه للقانون، واحنا نعلم مثل ما نقول بان المبادئ العامه للقانون يخلقها القاضي الكبير، يخلقها مجلس الدوله، يعني بالكويت يخلقها محكمه التمييز تخلقها، لما تمنع على المنازعات التي تتعلق في العقوبات التاديبيه عدا الفصل والعزل كانك حرمت القضاء من انه ينشئ مبادئ جديده في القانون. المبادئ تنشا في دول ثانيه ما نقدر نستعيرها اليوم. تدرون اليوم يعني في كثير من يعني في فرنسا والان في مصر حتى قبل سنه اقروا اللي هو مسؤوليه الدوله بدون خطا وبدون ارتكاب يعني اي خلينا نقول مخاطر، اذا كان العمل اللي تقوم فيه الدوله يعني يقوم على فكره الاخلال بما يسمى بالتضامن الاجتماعي. يعني اليوم يرفعون دعوى على المشرع نفسه، يعني دائما نقول القانون شنو؟ القانون هو المعبر عن إرادة الأمة. القانون مستحيل يكون مو زين، ما في قانون بالدنيا مو زين، ما القانون دائما زين لأنه قاعد يعبر عن إرادة الأمة، إرادة الأمة دائما زينة. ولكن مع ذلك بالرغم من زينية هذا القانون إلا أن اليوم القاضي أصبح يحكم بالتعويض عن القانون إذا القانون هذا أدى إلى خلينا نقول إخلال بما يسمى بالتضامن الاجتماعي، وجعل التضامن الاجتماعي واجب على الافراد كلهم ان يتحملونه ويساهمون في يعني اعطاء لهذا الشخص المضرور بسبب القانون، ما دام هو ضحى من اعتبر شيء مشرع، اعتبر هذا ضحى من اجل المجتمع. ومن ثم آن الاوان ان نوقف احنا معاه يعني ونساعده، لان الفلوس هذه اللي يعطونها حق المضرور، القاضي لما يدفع فلوس يدفع فلوس من وين؟ يدفع من ميزان الدولة، يعني يدفع من الضرائب، يقصد يعني الناس هم اللي يدفعون ذلك. فأنا في الحقيقة أرى بأن هذا التعديل يعني كان الأولى في رأيي، بأن بدل ما احنا نعلم بأن أمام محكمة التمييز بالكويت في الدوائر الإدارية في زحمة ندري، يعني وفي قضايا صار لها سنوات مركونة ندري، ويعني منازعات كثيرة. فالحل لم يكن بأني أنا أحرم بعض الدعاوى من الوصول للمحكمه، وانما كان الحل من ان انشئ دوائر اداريه جديده، اسوي قضاء اداري مستقل وانشئ مجلس دوله، وعندي اللبنات لمجلس الدوله في عندنا اليوم اداره الفتوى والتشريع تصلح ان تكون هذه لبنه اساسيه لمجلس الدوله. يعني هذا يعني القاضي الاداري اللي يشوفونه في مصر وفي فرنسا هذا اليوم قاضي
قاعد على المنصه يحكم باكر تنوي يروح باكر يصير مفوض يعني مثل شلون في الوكيل النيابي كذي بالاداري زين يعني يصير مستشار ويرجع مره ثانيه قاضي ويقوم بنفس الدور اللي يقوم فيه بالفتوى والتشريع وبنفس الوقت هو قاضي ويتنقلون من هذا المكان الى هذا المكان وعندنا يعني خلينا نقول اللبنه الاولى ويمكن ان يعني يصير عندنا قضاء اداري متميز ومجلس دوله ونجعل القضاء يستمر. وبس اكد نقطه اخيره بان القاضي الاداري يختلف عن القاضي اخر. القاضي الاداري هو قاضي مشروعيه بمعنى ان المشروعيه يعني تطبيق احكام الدستور تطبيق احكام المبادئ العامه للقانون هي هذا بالنسبه له مهمه، مو الفلوس مهمه بالنسبه له. يعني مجلس الدوله الفرنسي يشوف منازعه لقيمتها يعني خلينا نقول يورو واحد لان الهدف هو المشروعيه مو الهدف اني انا يعني اليوم الحكم اللي يطلع فيه دعوه الالغاء غير عن الاحكام اللي تطلع من محكمه التمييز في اي دعوه، اللي تطلع من احكام التمييز في اي دعوه لا حجيه نسبيه بينهم، بينما الحكم اللي يطلع من المحكمه الاداريه لا حتى الصيغه التنفيذيه مالتها تختلف لان هذا الحكم يعتبر شنو حكم عيني على الكافه على كافه السلطات. يعني الحكم هو ماخذ بالغاء قرار اداري رافع مثلا خلينا نقول على جامعة الكويت وحصل حكم بإلغاء قرار إداري، هذا الحكم نفسه يوديه وزارة الشؤون الطبقة ووزارة الأوقاف الطبقة مو فقط لجامعة الكويت. هذا اللي يميز القرار الإداري. لذا كان في ودي في الحقيقة يعني هي أن ما نلجأ إلى هذه الطريقة. وإحنا في كلية الحقوق يعني في قسم القانون العام صراحة تداولنا هذا الموضوع وتقريبا إحنا 100% مستائين من هذه التعديلات لأن كنا نرى بأن كان المفروض أن نوسع القضاء الإداري. يعني القضاء الإداري هو الذي خلاق هذا اللي يخلق المبادئ ويخلق القيم في يعني في حماية مبدأ المشروعية. كنا نتمنى أنه يتطور زيادة مو نقلصه ونضيق المساحة. لذلك أنا أرى بأن هذا طبعا في أكو راح يصير في مشكلات بالحقيقة يعني في الطعون، هل القضايا الموجودة يتم الطعن فيها ولا ما يتم الطعن فيها لأن تغيرت يعني خلينا نقول مسائل تتعلق بالاختصاص من ناحية ومسائل تتعلق بالطعون من ناحية أخرى. هذه تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، يعني منظمها قانون المرافعات الكويتي بطريقة بأن القضايا التي لم تقفل فيها باب المرافعة لأن فإن هذه القضايا يطبق عليها يعني إذا أغلق باب المرافعة لأنه يطبق عليه القانون القديم. طبعاً إغلاق باب المرافعة هذا ترى في حشي وايد. هل لما القاضي يحجز دعوة للحكم هل أغلق باب المرافعة ولا ما أغلق باب المرافعة؟ يذهب القضاء الإداري يعني لأن إغلاق باب المرافعة لا يعتبر بأي حال من الأحوال هو يعني خلينا نقول إقفال المرافعة. ما دام باب المرافعة يعني ما دام القاضي خلينا نقول عطى أجل لتقديم مذكرات و يعني وإيداع مذكرات أو إنه إلى آخره فما يعتبر هذا قد أقفل باب المرافعة ومن ثم يسر على التعديل والقضايا الجديدة قائمة. يعني القانون الجديد قائم سوف يطبق هذا القانون. فإذا في الحقيقة كان ودنا حتى لما إحنا عدلنا هذه النصوص في قانون إنشاء الدار الإدارية نعدل قانون المرافعات الإداري. قانون المرافعات الإداري يجب أن يكون له قواعد خاصة غير عن قانون المرافعات العادي. قانون المرافعات هذا مدني تجاري، هذا ما يعني بالمدني التجاري احنا خلى يعني اليوم في الحقيقة خلنا نقول ان العامل اصبح اكثر حماية قانونية من الموظف لان العامل حتى يطالب بحقوق العمالية ما يدفع 100 دينار صح؟ هذا الموظف حتى يبي يلغي قرار اداري ضده يدفع 100 دينار على كل طلب وعلى وقف تفيد 100 دينار. فحتى يستأنف العامل العادي يقدر يعني يستأنف دعوته بالدعوة العمالية يعني في مبالغ أقل من 10,000 دينار وايد وتمييزه ما لدى 30,000 دينار. فإذا هذه في الحقيقة كأني أنا اثنين هم اللي يقومون بخدمة، بل إن الموظف يقوم بخدمة شنو؟ خدمة عامة. يعني هذا يعمل من أجل المصلحة العامة وأنا لما أعاقبه ما أخليه يقدر يوصل حتى إلى تمييز أو حتى. وأكد مرة ثانية يعني من أهم يعني الموظف بالكويت راتبه إذا كان يعني من أكبر الموظفين إحنا دكاترة بالجامعة مراتب ما يتجاوز 4,000 دينار زين. ومن ثم فإن هذا منازعته إذا هذا قضايا التسوية مالته مستحيل توصل للسنة هذه.
دعوة استرداد أو دعوة استرجاع ما يقدر توصل ما يقدر يوصل هذا ما يقدر يستأنف لا هو بعد ذلك حتى وراثه ما يقدرون لأن المبلغ هذا دعوة التسوية هذا على على اللي كان حتى الموظف اللي كان موظف وورثتهم هذا بالحقيقة كله يعني سوف يأثر سلبا على حقوق الناس قضايا التعويض أيضا سوف تأثر سلبا ومثل ما قلنا وهذا شيء مهم أن الكويت اليوم متقدمة على نظام ضريبي تفرض ضرائب والعالم الضريبي فيه يعني ضريبة على القيمة المضافة ولا الضريبة الجمركية ولا شيء هذا ما توصل على 6000 دينار ما يعني ما راح يستأنف يعني إذا الدعاوى كلها في بالضرائب هذه على القيمة المضافة والضرائب الجمركية هذه ما تستأنف هذه ومن ثم كنا حرمت الناس أيضا من حق التقاضي لأن حق التقاضي المعلوم عنه بالدستوريا هو على مرحلتين يعني أول درجة واستئناف فأنا أشكركم على يعني حسن الاستماع ونشكر طبعا بالبداية جمعية المحامين رئيس جمعية المحامين نائب الرئيس الأعضاء على يعني مواكبتهم لكافة التعديلات القانونية وكافة المسائل القانونية بشكل عام وما يقومون فيه من يعني وأنا أعتبرها بالحقيقة يعني إن لم تكن هي أفضل جمعية نفع عام بالكويت وهي جمعية مهنية يعني أنا بس أبي على الهامش أقول أن القرارات التي اتخذها جمعية المحامين الحين في شأن المحامين زين هذه قرارات شنو؟ قرارات إدارية لأن جمعية المحامين هي مرفق عام مهني كذي مرفق عام شرط يكون شخص معنوي عام يعني الدولة والمؤسسات والهيئات هم أشخاص القانون العام ومن ثم ذيل منازعاتهم إدارية طيب جمعية المحامين منازعتها إدارية ولا منازعتها عادية لا منازعتها إدارية في علاقتها بالمحامين تعتبر كانها تعتبر مرفق عام المشرع فوض إدارة مرفق المحاماة فوضها وأعطاها لمنه إلى جمعية المحامين فجمعية المحامين صارت هي المرفق العام لصدر قرارات إدارية تنظرها المحكمة الإدارية باعتبارها قرار إداري وإن كان صادر من جمعية لها شخصية معنوية خاصة مو شخصية معنوية عامة بس قرارها إداري طيب هذه العقوبات التأديبية اللي تسويها جمعية المحامين راح يطبع عليها نفس الشيء راح يطبع عليها نفس الشيء لأن هذه قرارات إلغاء راح يصير ومن ثم فإن إلا الفصل من الجمعية هذا اللي يعني تنظر المحكمة التمييز غيرها ما راح تنظرها زين بالنسبة للغرامات وتفرض الجمعية وإلى آخره مع المشتغلين بالمهنة سوف تكون أيضا في حدود ذات يعني في حدود ذات النصاب باعتبارها هي قرارات في الحقيقة إدارية في وتنطبق عليها هذه المسائل ويعني مسألة فيها كان المفروض أن تصير في قضايا إداري أكثر تطور وأكثر تعمق وأكثر يعني تفرع في ذلك شاكرين وبارك الله فيك شكرا دكتور حقيقة دكتور يعني أجدت وأفضت لكن عندنا أيضا نقاط نود يعني أن نتناقش معك في السابق كانت القرارات الإدارية تصدر مجتمعة كأن يصدر قرار إداري واحد في مجموعة من الأفراد مثل الوظيفة العامة اللي يعني محط أنظار الجميع مثل النيابة ومثل خلينا نقول التحقيقات ومثل الخبراء وغيره كانت تصدر في قرار إداري واحد يتم الطعن عليه ويتم دفع رسم واحد عليه الآن جهة الإدارة أصبحت يعني تضع العصا في الدولاب فتصدر 100 قرار إداري لكل شخص قرار منفرد رغبة في يعني زيادة صعوبة وتكاليف مثل هذه الدعاوى هذه المسألة لا تعتقد أنها افتئات على حق الناس من جهة الإدارة رقم 2 ألا تعتقد بأن غل يعني يد المتقاضي في الصعود إلى الدرجات الأعلى في التقاضي هي نوع من أنواع إنكار العدالة هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة سعادتك هي يعني ألا تعتقد بأن هذا القانون مال مع السلطة ضد الأفراد؟ تفضل. يعني بالحقيقة يعني القضاء الإداري مثل ما قلنا هو قضاء مشروعية المفروض إنه ينتصر لي يعني ينتصر للقرار ولكن أيضا القاضي الإداري أيضا يختلف عن القاضي العادي ترى على فكرة القاضي العادي لما يقعد على المنصة يقعد بالنص مستقيم. الخصوم عندهم متساوين القاضي الإداري مو كذي القاضي الإداري يميل يعني إذا كانت الحكومة مع الفتوى الحكومة قاعدة كذي القاضي الإداري يميل كذي يميل صوب الحكومة ليش؟ مو لأنه يعني يدافع عن الحكومة لا وإنما هو لأنه يدافع عن المصلحة العامة الحكومة هي المصلحة العامة مثل القاضي العمالي القاضي العمالي نفس الشيء القاضي العمالي هم ينحرف كذي مع العامل لأنه هو الطرف الضعيف
كذي. دائما القاضي يقف مع المصلحه العامه من المقدمه، والحكومه هي المصلحه العامه، تمثل يعني اشباع الحاجات العامه. لذلك الاداره غير مطلوب منها في القرار الاداره ان تذكر السبب، والسبب مالها مشروع حتى لو ما تذكره. ليش؟ لانها يعني على الاداره السبب مالها سبب مشروع. ايضا عيب اللي هو اللي احنا نسميه عيب اللي هو التعسف باستعمال السلطه. تعسف باستعمال السلطه، ما اقدر انا اتهم الاداره باستعمال السلطه، علي ان انا اقوم الدليل بان السلطه هذه متعسفه، وبين حتى القاضي يعتبر هذا التعسف باستعمال السلطه. القاضي يفترض هذا الاداره، هذا الموظف العام، هذا يسعى من اجل الوظيفه العامه. لذلك نقول ذلك. بل ان حتى احنا عندنا ترى بالاداري مدلل بالدكتور الجنائي، عندهم شنو؟ عندهم ان المتهم بريء حتى في ادانته، صحيح؟ هذه القاعده. احنا عندنا لا، احنا عندنا بالعكس، عندنا اذا قلنا حق اذا حالوا الموظف للتحقيق ما يصير تقول المتهم بريء حتى في ادانته، لا، هو مذنب هذا الموظف ما دام حولت التحقيق، هذا مذنب على انه هو يثبت براءته، مو بالعكس. احنا نقول مثلا في القانون المدني يقول لك مثلا على الدائن ان يعني يبين دينه، صح؟ الدائن هو يبين دينه ويرفع دعوى على المدين بالقانون الاداري عندنا، بالقانون المالي، لا لا مو كذي. على الدوله تقول له انت عليك 1000 دينار ضريبه، عطني، يقول لها مش تقول له عطني تاخذ الفلوس، هو راح يثبت براءته انه دافع الضريبه ولا مش عارف ايش امام المحكمه. فالاداره غير، لان دافع عن المصلحه العامه. لذلك احنا ما نقدر نقول بان يعني هذا القانون خلينا نقول يعني مس بالعداله، لا، هو وانما القانون هذا في حقيقه الامر مثل ما نقول قلص كثير من في 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 المسائل القضائيه من موضوعات كان بالامكان التغلب عليها. يعني المشرع شنو اللي صاير هو في الواقع العملي، الواقع العملي في قضايا الغاء وايد بالمحاكم صارت، واصبحت محكمه تمييز مثل ما نقول متخمه الدوائر اللي فيها بقضايا المنازعات الاداريه. هذا يرفع دعوه على اي قرار، يدفع 10 دنانير ويرفع. والقرارات كانت اول مثل ما تفضل الاستاذ، كانت اول مثلا تطلع القرارات جماعيه يسمونها، وان كانت هي فرديه بالنسبه لكل واحد، لكن يطلعونها بشكل عام، فيصير طعن عليه يدفع 10 دنانير واحده. بعدين الاداره رايت بان هذا قاعد يغرق المحاكم اكثر، فقام يقسمونه كل واحد لوحده. فلما تبي تطعن عليهم تطعن على كل واحد، لان كل واحد له قرار له رقم الى في 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 قراره. فيعني قد يكون بعض المرات ان انا احاول اني اغطي هذا، خلينا نقول هذا يعني هذه الصعوبه الشكليه من كثر الناس وكثر يعني المتخاصمين، احاول اعالجها باني انا اقلص من وصولهم للمحكمه. انا في رايي لا، كان المفروض ننشئ مثلا مجلس دوله، ننشئ قضاء اداري، نعين قضاة زياده، بحيث انه احنا بالنهايه نبحث عن المشروعيه. يعني هذا القاضي الاداري كذي شغلته، هذا القاضي الاداري مو يعني القاضي الاداري لما انا اختصم وكيل الوزاره في هذا القرار او اختصم الوزير في هذا القرار، انا ما لي شغل فيه، تغير ما تغير، ما انا يسمونها دعاوى عينيه، احنا انا غير عن الدعاوى الثانيه، الدعاوى المدنيه والدعاوى هذه كلها دعاوى شخصيه، هذه احنا دعاوى عينيه، احنا علينا من القرار رقم كذي، يعني هذا صديقي وصاحبي ومش عارف ايش، بس انا ارفع دعوه، بس ما ارفع دعوه عليه، ارفع القرار على القرار الذي اصدره. هذا مفهوم الدعوه الاداريه. ومن ثم كان يعني من الواجب انا في رايي ان نزيد على الدوائر ونخلق هذا مجلس دوله، وعندنا النواه، واليوم مجلس دوله ترى كل الدول فيها، يعني هذه مصر، المغرب العربي كله، كل دول المغرب العربي، سوريا، العراق، كل الدول فيها مجلس دوله. مجلس دولي يعني قاضي اداري، يعني هذا القاضي اللي يتفرغ للعمل الاداري، ويكون هذا متربي كذي، يعني هذا كذي يسوون. يعني انت مثلا تقول القاضي الجنائي، انا يعني في رايي القاضي الجنائي المتميز زين هو اللي كان هذا اللي طلع من النيابه العامه زين واشتغل بالقضاء، وهذا حياته كذي صايره. مثل قاضي متخصص، اكو قضاه اول ما يتخرج من كليه الحقوق قال بالنيابه تمثيل يصير قاضي احوال شخصيه، طول عمره احوال شخصيه، هذا متخصص يسمونه، فالحين يسمونه قاضي متخصص، فبالتالي هذا يبدع، لان متخصص في مو يعني اليوم اداري باكر اسوي تجاري بعدين اسوي مدني، لان الاحكام تختلف، النظره تختلف،
الموضوع نفسه يختلف في النظر إليه. القاضي الإداري يبحث عن المصلحة العامة غير عن القاضي المدني. القاضي المدني عنده مصلحة كل شخص متساوية، القاضي الإداري لا، عندنا الدولة هذه المصلحة العامة، أنا مع الحقوق، مع الحقوق والحريات العامة، أوقف مع أشباع الحاجات العامة، الحاجة للتعليم، الحاجة للصحة، مش عارف إيش، المرفق العام، دوام واستمرار. هذه نظرة القاضي الإداري تختلف عن نظرة القاضي الثاني. عشان كذي يحطوا له مجلس دولة، يحطوا له نيابة إدارية سامعين عنها، بمجلس دولة ومش عارف إيش، حتى يتخصص في أعماله وفي قراراته. القاضي الإداري لما يكتب الحكم يدري بنفسه قاعد يسوي، هو قاعد يشرع، يحط قانون، هو قانون قاعد يحط في هذا الحكم اللي يحطه. هذا مبدأ من المبادئ العامة للقانون بالنسبة لنا إحنا، هذا القانون. يعني أنا لما أقرب يعني في كثير من يعني بعض الناس يقول يا أخي أنت تتمسك بأشياء، طلع عطني النص، وايد ناس يقول عطني النص، زين أقول ما عندنا نص، إحنا ما عندنا كود، النص هذا المبادئ العامة للقانون هي النص لنا، هي القانون مالنا اللي طبق القاضي. بل إنه في عندنا مبادئ، إحنا أكو مبادئ عندنا نسميها مبادئ عامة، هذا قلنا مبادئ عامة يعني قانون. أما إذا قلنا أكو بعضها اسمها مبادئ عليا، هذه قيمتها تصير قيمة الدستور. مبدأ المساواة بالدستور، ما في مبدأ الدستور يتكلم عن المساواة، بس ما في مبدأ اسمه المساواة يخلي القانون غير مشروع لأنه خالف مبدأ المساواة. بس أكو مبدأ الدستور اسمه مبدأ المساواة، مساواة مثل المنتفعين أمام المرفق العام، مساواة المتخاصمين أمام العدالة، اللي هي القضاء العادل، المحاكمة النزيهة، هذه مبادئ دستورية، هذه تسمع القوانين. فلذلك يطلع قانون يخالف هذه المبادئ يحكم القاضي شنو بعدم دستوريته. يعني مثل ما تفضل قبل قليل زميلنا الدكتور زبر لما قال إنه يعني مثلا لما أنا أشدد العقوبة أحيانا وأشيل أشخاص معينين وأحرم الأفراد من أن يتنازل حق التنازل، هل هذا حق دستوري؟ ما في بالدستور شيء يقول حق دستوري، بس لكن هل يعتبر بالحق الخصوصية؟ أنا كإنسان ما أبي أتنازل عن اللي اعتدى علي، أبي أنا بتنازل، زين؟ فهل هذا في مساس بحقي أنا بالخصوصية؟ فمن ثم يصير القانون هذا غير دستوري راح يصير. إذا قال القاضي الدستوري بأن هذا يعني لا، نعم من الحق بالخصوصية وحق الإنسان بأن يتنازل ولا يتنازل، ومن حقه أن يتنازل ومن حقه أن يصفح، زين؟ ويستند بعض المرات القاضي إلى مجموعة من المبادئ الدستورية. يعني مثلا ما يقول له أن يجب أن القوانين بالكويت يعني والمسائل هذه كلها ما تخالف النظام العام ولا الأحكام يعني خلينا نقول قطعية في الشريعة الإسلامية، فهل يعتبر مثل التنازل هذا من النظام العام من حق الأفراد؟ هل هذا حق الأفراد أنهم يتنازلون؟ ومثل ما صار هذا مبدأ دستوري، وما يصير أنت تمنعني منه، فإذا منعتني من حقي أنا، هذا من الحقوق العامة المقدرة، هل هو جزء من النظام العام؟ هل هو إذا قال القاضي بأنه جزء من النظام العام سوف يلغي هذا النص القانوني؟ فإذا كل هذا بالحقيقة مسائل كثيرة إن شاء الله بالتطبيق العملي هو راح يبين هذه الأشياء. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، يعني اجت وفت. يتبقى يعني لنا بعد شرح قانون الجزاء دكتور محمد وقانون الدائره الاداريه لدكتور ابراهيم، يتبقى عندنا اللي هو مرسوم بقانون 95/2024. واكفيكم مؤنه الدكتور اذا سمحتوا لي، خاصه بان جمعيه المحامين الكويتيه يعني كانت من أوائل من تقدم بهذه التعديلات وطلب تعديلها من خلال يعني مشروعها الأضخم، مشروع نهضة. والحقيقة يعني نعتقد بأن هذا نوع من أنواع الاستجابة لطلبات يعني التعديلات التشريعية التي قامت فيها جمعية المحامين. عموما التعديل جاء مواكبا للعصر، والحقيقة هناك الكثير من الدول التي سبقتنا فيه. هو يعني باختصار شديد هو اعتبرت أن بالإمكان وضع صيغة تنفيذية على العقد ما بين المؤجر والمستأجر حتى يتمتع بصفة يعني السند التنفيذي، على اعتبار أن السند التنفيذي هذا يعتبر حكما يتم التنفيذ عليه دون اللجوء إلى عرض الموضوع إلى قاضي الغرفة الإيجارية. هذا التعديل أيضا سبقه طلب من جمعية المحامين ولقى أذانا صاغية في
الأخوان في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأنشأت فكرة في منصتها اسمتها العقد الإلكتروني. العقد الإلكتروني هذا فكرة خلاقة وجميلة جدا، تنفع كثير من قطاعات الدولة والجهات المعنية، بأن هذا العقد يتم توثيقه ويعرف الشخص ويعرف رقم المدني ويعرف أين يسكن، يعرف تعداد السكن. هي مجموعة من المعلومات والداتا التي تخدم كثير من قطاعات الدولة. أيضا يعني قرر التعديل بإلغاء الدوائر الاستئنافية وعادها إلى محكمة أول درجة بهيئة استئنافية، وبذلك يكون المشرع في هذا الجانب يعني خفف الوطأة على السادة القضاة في المحكمة حتى يتم تكليفهم في نظر دعاوي أخرى. الحقيقة في نهاية هذه الندوة لا يعني يسعني إلا عظيم الشكر للدكاترة الأفاضل على حضورهم ويعني تميزهم في هذا الطرح، ويعني اتساقهم مع جمعيتهم جمعية المحامين وكلمات الثناء التي نشكرهم عليها. أيضا نشكر جمعيتنا متمثلة في مجلس الإدارة على هذا الجهد المبذول وعلى هذا العطاء الغير محدود، ونشكركم على حضوركم ويعني شرفتونا، وشكرا جزيلا للجميع.